من الرحمن لا تيأس فإنه يجود بفضله كرما ومنا ولا ترجو سواه لكل خطب فما للمرء غير حماه جنا وإن تبغي خلاص النفس منه لسانك عن عيوب الناس عنا ولا تغتب أخاك بقول زور ولا سوءا به أبدا تظنا ولا تثني عليه سوى بخير فإن الله يعلم ما تكنا فللمغتاب عند الله مقت وعند الخوف لا يعطيه أمنا لأنك في الورى أبدا حسود فحسبك أن تبوء بشر محنا وتقوى الله لا تنفك عنها وخالل كل ذي علم وفطنة فأهل العلم في الدنيا نجوم بهم تهدى إلى فرض وسنة وسل عن دينك المسؤول عنه ولا تك جاهلا فالجهل فتنة فيا أسفي لقد ضيعت عمري مع الغفلات مطلوق الأعنة فلا علما علمت ولا اكتسابا يكون ماله لدخول جنة ولكن لي إلى ربي شفيع شفاعته بها أعطاه إذنا محمد الذي ما زال يرقى لحضرة ربه من غير وهنا فخص بما راه بغير شك وأذهب بالبشارة كل حزنا فخص بما راه بغير شك وأذهب بالبشارة كل حزنا وهدى ببعثه ركن الأعادي وشدد عزمه وأشاد ركنا وشدد عزمه وأشاد ركنا ركنا من الرحمن لا تيأس فإنا يجود بفضله كرما ومنا ولا ترجو سواه